أحييكم من جديد. تعد قضية المعتقلين من بين أهم القضايا التي يسعى السوريون على اختلاف توجهاتهم لأن تكون دائما في واجهة المشهد بالنسبة لثورتهم كي لا تسقط بالتقادم والنسيان. نشاطات وتحركات يقوم بها سوريون من بينهم نجوم الفن والمجتمع لإيصال صوت من لا صوت له إلى الرأي العام. حملة المعتقلون أولا شهدت إحدى نشاطاتها في تركيا، واحدة من هذه النشاطات التي رصدها عماد كركس من خلال التقرير التالي. لأنهم ضمير السوريين غير المتكلم إلا بعذاباتهم وصرخاتهم داخل معتقلات أريد لها أن لا تكون جزءا من الواقع، أقام مركز الحرمون فعالية ثقافية لمدة 3 أيام ضمن حملة المعتقلون أولا في مدينة غازي عنتاب التركية، والتي تضمنت نشاطات عدة من عروض الأفلام التسجيلية والوثائقية والأمسيات الأدبية التي من شأنها تذكير الرأي العام بقضية المعتقلين السوريين في سجون النظام. كل أدوات ووسائل وآليات الضغط على النظام والتأثير بالرأي العام من أجل قضية المعتقلين أو أي قضية أخرى من قضايا الثورة لن يقف أي عائق أمام مركز حرمون وأمام منبره الإعلامي وهو شبكة جيرون أن تقوم به مقابل فعلا. الفعالية تأتي استكمالا لحملة المعتقلون أولا والتي أطلقها الفنان السوري فارس الحلو بداية العام الحالي، حيث أراد من خلالها جمع الآلاف من صور المعتقلين والمعتقلات مع بياناتهم ووضعها أمام الرأي العام في مناسبات مختلفة. والعمل الفوري على تشكيل مجموعة عمل دولية لحل قضية المعتقلين والمخطوفين. كما كان للفنان السوري عبد الحكيم الطيفان دوره في هذه الفعالية منذ بدايتها، ليكون الختام معه في هذا اللقاء الذي تحدث من خلاله عن تجربته داخل سجون النظام كما غيره من المعتقلين. أنا أعتقد أنه يعني مثل ما مطالب الشخصيات العامة والشخصيات الاعتبارية والفنانين، أنا كمان برأيي مطالب كل إنسان بهذا الموضوع، لأنه هذا واجب مثل ما حكيت، واجب أخلاقي، واجب إنساني، واجب وطني. هو إن شاء الله تكون انطلاقة فعلا للإضاءة على هذا الموضوع الخطير جدا، وبلكي يعني يصير هناك تفعيل له من خلال العلاقة مع شخصيات اعتبارية أخرى، فنانين آخرين، مراكز إعلامية، مراكز مجتمع مدني وإلى آخره. هذا الموضوع نحن شو بقولوا يعني عم نزت حجرة بهالمية الراكدة، إن شاء الله يعني لاقي صدى، وإن شاء الله أنه يكون جهدنا هيك مثمر وله قيمة. أنا واحدة من الناس طلعت بمبادرة، أنا أخي من حظي الجيد أنه أنا من منطقة القلمور. يعني نحن حكينا بهالمناسبة وحكينا بمناسبات أخرى، لكن في تفاصيل حتى لو حكيناها ما بنقدر نوصلها هي مثل ما هي على حقيقتها. يعني أنا بقدر أوصل جزء من معاناتي، لكن في خلينا نقول آلاف النساء يلي قد ما حكيت عنهم ما بقدر أوصل لجزء بسيط جدا 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 من معاناتهم بكل السجون السورية. وكان لافتا حضور ممثلين عن منظمات حقوقية سورية فاعلة في مجال الدفاع عن المعتقلين للاستفادة وتقديم الدعم المطلوب. نحن نقوم بالعمل على مناصرة قضية المعتقلين إلى الوصول إلى مؤسسات المنظمات الدولية المختصة كمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لتقوم بالضغط على النظام وعلى الأجهزة التي تقوم بعملية الاعتقال. القائمون على هذا النشاط والحاضرون هنا يصرون على متابعة جهودهم حتى عودة حوالي 300,000 معتقل إلى النور بعد شهور وسنوات في ظلمات السجون. العديد من التجارب والمآسي كانت حاضرة هنا بلسان من عاشها، الذين يحاولون قدر الإمكان إبراز جزء منها إلى من هم في الخارج، لأن الألم كاملا يكمن ما بين الجدران وخلف القضبان، فمن رأى السم لا يشقى كمن شربه. عماد قرقص لأخبار الآن من مدينة غازي عنتاب تركيا.